المشجعين ديال المنتخب الوطني لانهم كانوا في المستوى المطلوب ومالوغوزمون الحظ ما وقفش معنا والتحكيم ما كيوقفش معنا. اون با دو شونس مي برافو برافو لي ليون دو لاتلاس اون فيير دو فو. المقابله كانت مزيانه، الفريق ديال الفريق الوطني المغربي كان في المستوى، ايوا كره القدم راه هي هذه، لكن غالبا مغلوب ولا التعادل. العناصر الوطنيه يعني الدولة عليهم، يعني قاموا بواحد المباريات في المستوى، يعني لولا سوء الحظ وسوء التحكيم اللي صراحه يعني لولا الاخطاء التحكيميه يعني كنا مشيو بعيد في المونديال. مي هذه كره القدم، يعني قمنا يعني مباراه في المستوى اليوم، يعني وكل شيء راضي على المستوى ديال العناصر الوطنيه، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في المستحقات اللي يعني القادمه، سواء كاس افريقيا ولا نتاهلوا ان شاء الله الكوب دي موند 2022 ان شاء الله. وكنطالب من الجامعه الوطنيه انها تحاول تحتفظ لنا على المدرب، يعني الصراحه اللي قام بواحد المجهود اللي هو جبار، ونتمنى ان شاء الله حد موفق لاسود الاطلس. الصراحه المنتخب المغربي يعني قدم واحد المباراه اللي لعبوا مزيان، ولكن الحكم تظلمنا بزاف، تظلمنا يعني واحد الدرجه اللي كبيره. المنتخب لعبوا مزيان مزيان، يعني داروا واحد لي فوغ من جهدهم، لعبوا من قلبهم، الحكم راه ياخذ فيه الحق. هادشي اللي غنقول. الاداء كان مزيان نوعا ما، الجمهور نقولوا واحد 70% راضي، ونتمنوا المستقبل ان شاء الله تكون واحد الاستمراريه. الجامعه راها كتقوم زعما بالدور لازم، سي القجع داير اللي في جهدو، شفنا واحد شي امور تبدلات وتحركات بارابور الجامعه القديمه ولا السنوات اللي فاتوا. الدراري كانت واحد الروح قتاليه، كانوا بينوا بانهم حب الوطن كما كنقولوا حب الاوطان من الايمان، وهاد الناس هادو بينوا على اخلاق عاليه، وهذه هي تمغربيت الانسان يبغي بلاده كيف ما كانت النتيجه. المهم هي نرضي كيف الا رضيت على راسي ورضى عليا الشعب المغربي، راه ما كاين الاجماع، يعني راه كاينه نتيجه ايجابيه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.